الحكم أولا، وثانيا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا سنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني فقط الحديث الذي يقول بأنه طلق طبعا مدة 20 سنة تقريبا، هذه يعني طلقنا في 95 والآن راني متزوجة، يعني شيء طبيعي الناس تقول غريب. أنا لطيفة كنت صراحة هكذا، أنا مأثرة لأنه حميد بالنسبة لي ماشي يعني أني طلقت صافرة أنه ما بقاش بيني وبينه شيء. طبعا اللي دوزت معاه مشاكل ومحن، والإخوان الآن راهم عارفين واتصلوا بيا الإخوان، ولو أنا مريضة اللي بقى بيا الحال هو أنه ما صدقتش الخبر حتى لدابا لأنني كنت ناعسة مريضة. ولكن اللي فرحني هو أنني ما قطعتش معاه نهائيا آخر مكالمة كانت بيني وبينه البارح، وبالأخص الوالدة ديالي، لأنه عمره ما قطع مع الوالدة ديالي واخا طلقنا وخاد المدة كلها وتزوج وتزوج دائما مع الوالدة. وأغرب شيء أن الوالدة ديالي مريضة وكتقول لي البارح أعطيني حامي تنهضر معاها، تنقول لها ماما هو مريض وأنت مريضة وأنا ما قدش نهضر غير خليه حتى يولي شوية، كتقول لي لا نهضر معاه نهضر معاه. غير استغربت اليوم فهضر معاه البارح ومسكين فيه كحب لأنه كان هو ضربه البرد أولا، وطبعا عنده مشاكل. ف يعني الله يعني هادشي اللي تنقول لك راني تالته ما عرفتش يعني تربية، لأنه هضر معاه هضرت معاه البارح هضرت معاه أنا تضحك معاه تنقول له حميد ديما كتقول لي راني غنموت، أنا لطيفة راني غنموت، تنقول الموت علينا حق طبعا، ولكن راه كتفلى عليا راه باقي وباقي الحمد لله غتكون بخير وباقي. طبعا هو مسكين أخيرا محن بزاف لأنه الكل كيعرفوا أنه عنده عملية في القلب وعنده أباري عاملة في قلبه، عنده السكر عنده يعني بزاف الحوايج، وظروفه الشخصية أخيرا كيف كيعرفوا المقربين وكيعرفوا الناس أنها ظروف يعني تاهي أثرت عليه صحيا. الحمد لله الله يسمح لنا والله يسمح له. أنا تقول للإخوان دابا كلشي الإخوان اللي كيعيطوا لي تنقول لهم الحاجة الوحيدة اللي كنطلب منكم أنه اللي عنده شي حاجة مع حميد يسامح له قبل ما تحطوه في التراب، وأنا مسامحاني وأخرى لأنه مهما كان أنا بقى فيه بزاف لأنه ماضي ديالي يعني الماضي الحقيقي ديال الله طيب رأفت الرجل بعد الله سبحانه وتعالى اللي صنع الله طيب رأفت وكان عنده بصمة في حياتي وفي حياة عدة باش يعرفوا الناس بأن نفسيت عنده بصمة في حياة في عدة فنانين، يعني هو اللي اكتشف الله يرحمه رجاء بالمليح الإخوان بيكريس محمد الغاوي اشتغل مع الأخت سميرة بن سعيد مع عدة فنانين أضواء المدينة شكون ما تعرفهاش، خريجي أضواء المدينة شكون ما تعرفهمش. ف يعني فقدنا واحد الإنسان اللي هو يعني في عالم الفن المغربي له بصمة كبيرة 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 بزاف، وفي عالمي أنا الخاص بصمة كبيرة لأنه متزوج أن بنت صغيرة ديال 18 سنة البيت الزوجية اللي عنده هو يعني ما كانش راجلي كان رباني يعني، وما ننساش أنه رباني على الخير ورباني على التقوى رباني على لو كان واحد آخر كنت استغلني ماديا وخدمني في الملاهي أو خدمني في كباريات أو نحارفت، بل بالعكس كان حامي يعني الريحة الكارو ما كانش يخليني نسمها، يعني كان يجلسوا لي كان شي بلاصة فيها هو لكن ممكن يشرب مع شي حد يخلي يسمو يجلس لأنه احتفظ عليا، ويعني كانت مشاكل طبعا، ولكن حسيت بفقدانه بزاف بزاف. إنا لله وإنا راجعون.